السلام عليكم. عليكم السلام. رمضان كريم عليك حجي. وعليكم إن شاء الله والله يبارك بيكم. أبو منو؟ أنا أبو أثير. أبو أثير الله يبارك فيك. قلت لنا عندك هنا ذكريات هذا المنظر الحلو. والله الذكريات عندي قديمة، يعني قبل 50 سنة هيجي. نعم. كان هنا نهر، هذا نهر شط العرب، وهذا الجسر كان عليه القديم. كنت أعبر عليه مشي أروح وأجي. زين احكي لي، تتمشى هنا دائما وحدك شو لو احد وياك؟ والله انا اجي العصاري شوي افتر هنا على الكورنيش اغير جو وهذا. نعم. لانه هاي الذكريات وهذا حلوه، كلش حلوه، وشط العرب حلو هم لطيف، يعني واحد يجي يغير بيه جو هاي، فاجي العصاري هنا افتر شوي. وحدك لو وياك احد؟ والله اوقات بوحدي واوقات عندي الحجيه تطلع وياي. ها اي نعم. تتمشون سويه؟ اي والله انا والحجيه نطلع شوي. احنا عبالنا هاي بس ايام قبل، شو بعدها موجوده ذي السوالف؟ لا، المحبه ما تروح من القلب يا اخي العزيز. ابو اثير بدي اسالك سؤال. جواب. شنو امنيتك بالحياه؟ ايش تتمنى؟ والله امنيتي بالحياه انه اشوف العراق مزدهر كله، يعني والعالم عايشه بسلام ومرتاحه، وهذا احسن شيء بالنسبه للانسان اللي يفتهم يعني ويشوف. لازم نكون يشعر بشعور طيب وهذا على العالم، فأتمنى إنهم الخير والعافية والصحة. حجي بما أنه أنت تفتر هواية. نعم. أكو منطقة هنا بالبصرة اسمها العشار. العشار نعم. مين جت هاي التسمية؟ والله هي العشار من أكو قلت لك شط العشار كان بيها العالم رايحة بيها جاية. أي. وكانوا ياخذون نسب على الضرائب اللي يدخلون بها هنا. صح. 10% كانوا. صح. الجبات كانوا ياخذون 10%. صح. قبل هاي. فلذلك عشار من العشر من 10%. بالضبط. صح. هاي اللي اقول لك بها. عاشيدك. أيوة. ابو اثير. نعم. جاوبك كل الصحيح. وهاي 250 ألف هديه مقدمه لنا. الله يبارك فيكم ويحفظكم ان شاء الله، والله يرضى عليكم.